نبدأ بموجز الأخبار. رغم هبوطه إلى القسم الثاني، طنطا يفجر مفاجأة بالفوز على إنبي في ملعبه بهدفين مقابل هدف، والجونة يخسر في أخر داره من الحدود بنفس النتيجة، والمصري يفوز على وادي دجلة. النهاردة كانت ماركة مسجلة 2-1. بعد ولادة متعثرة، الكاف يحدد 4 نوفمبر المقبل لمواجهة الزمالك مع الرجاء، و27 نوفمبر لنهائي دوري أبطال إفريقيا. عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إسماعيل يوسف بيؤكد أن تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال ما ضرش بالزمالك، بل بالعكس منحه الفرصة لاستعادة المصابين. حالات شفاء جديدة بين صفوف نادي الرجاء المغربي، 2 لعيبة جداد، كده ارتفع عدد الحالات التي شفيت إلى 11 ووصوله إلى القاهرة الاثنين المقبل. أهلا وسهلا بإذن الله. والنجم مؤمن زكريا تسلم درع الدوري خلال احتفالية تتويج الأهلي غدا، ينور ويشرف ويآنس مكانه. زي ما قلنا لحضراتكم امبارح، موسيماني السبعد الشناوي، الشحات من مواجهة طلائع الجيش، ومعاهم بالتأكيد علي معلول. نفس الأمر بيراميدز، عبد الله السعيد وعلي جبر والمهدي سليمان راحة من مباراة المقاولون العرب. ألف سلامة، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي بيعلن إصابته بفيروس كورونا. وزير قطاع الأعمال دكتور هشام توفيق بيكرم نادي غزل المحلة على عودته للدوري الممتاز، يا رب تكون إن شاء الله عودة بلا رجعة للقسم الثاني. ومنتخبنا الوطني للشباب بقيادة كابتن ربيع ياسين بيواجه اتحاد الشرطة وديا غدا بعد اعتذار أبو قير للأسمدة، هيلتقي مع نادي النصر يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله. الحقيقة الخبر ده المفروض يكون معكوس، النني بيعبر عن فخره بحمل شارة قيادة الأرسنال بالدوري الأوروبي على حسابه على تويتر، إحنا اللي بنعبر عن فخرنا وشكرنا وحبنا ليك يا نني. والملاعب تستعيد جمالها وحلاوتها بعودة النجم الكبير كريستيانو رونالدو بعد إعلان اليوفي شفائه من الكورونا. في مفاجأة مدوية بالأردن الشقيق، البطل الأولمبي الأردني أحمد أبو غوش بيعلن اعتزاله التايكوندو 24 سنة دون إبداء الأسباب، إن شاء الله خير. ركع عادتهم في اليابان، الاحترام هو الأساس، اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بتؤكد إنه الناس اللي قطعت تذاكر ومش هتمكنوا من حضور الدورة هياخدوا فلوسهم من جديد.